كدي رامي 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 ادي شغل غماز ولا اصلا شغل غماز. ربي يسعدكم يا جماعه. السلام عليكم. ما بعرف صاير معنا قصه هيك فحبيت انا اشغل الكاميرا ونصور لاني عن جد ما بعرف شو عم بصير. في سياره ورانا صار لها تقريبا اكثر من ربع ساعه بتلحقنا. اول شيء كانت القصه مزح بس بعدين هلا تاكدنا انه رح ورجيكم انا هلا شيء دقيق بس شوفوا شوفوا شلون ما عم نطلع قبل حق شلون ما عم نطلع قبل حق كيف عم نطلع قبل حق. ترى هي السياره اللي ورانا ما بعرف اذا مبينه عليكم هي يعني انت شوفوا شغل حمود اطلع 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 اليسار. اذا نزلت هذا الفيديو هيك على حاله ما منتجته شايفين حمود اطلع على مفرق ثاني اذا في شلون ما عم نطلع بطلع معنا. ما سلمنا عليكم اول شيء السلام عليكم بس شلون ما عم نطلع بطلع معنا. اي مفرق بنروح له بدخل معنا اطلع هيك شوفوا شغلت يسار بعدين شغلت يمين شغل يسار وشغل يمين لا شغلت يسار بعدين وحياة الله يا جماعة انزل انزل ما تنزل ليك وش بدنا اتركوا 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 نشوف الشيء بس انا شغلت يمين اقسم بالله شغل يمين تمام بعدين شغلت يسار اول شيء شغلت يسار عفوا بعدين طلب بعدين انا شغلت يمين شغل يمين والله العظيم ماشي معنا على الوتكي بضيعه بس بلا ما تدوس انت مش بتاع انا بضيعه طيب شغلت خلي شغلت غماز فرجي 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 شغل غماز وتخلع يا في المصحف اقسم بعزه جلاله خلي شغل غماز اليمين شوفوا غلط شغلت شغلوا 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 شايفين ما مبين عندي على الكاميرا شايفين ورانا ورانا شغلت غماز اليمين شغله تمام بعدين راسه شغلت غماز اليسار ومشيت كمان شغله هي نفس السيارة اللي لحقتنا امبارح على فكرة هي السيارة نفسها يا جماعة امبارح كمان لحقتني بس امبارح ما لحقتنا كل هاد امبارح لحقتنا بس مو هيك داس وحياة الله اقسم بس خلينا نروح على منطقة فاضية تمام ننزل تمام مشكلة بدي بس امسح المراية نطلع منطقة فاضية تمام ثانية واحدة ننزل اليوم مختار في السيارة ها؟ مختار قد ما كان عدد يكون لا خيو ايش قد ما كان عدد يكون تصير رامبو ننزل ناكل قتلة عن مونا نعرف ايش بدون كيف انا هيك برايي كمان شوفوا يا جماعه طلع بركي ازي بركي وقف جنبنا ما بوقف جنبنا اخوالي لا اطلع شارع حمراء حمود لف رجع مشان نقطع الشك باليقين لف رجع يا طلع التاسع ايش بده هيك يا جماعه البلا منين بيجي ما حدا بيعرف يعني طلعوا والله العظيم طالعين بالسياره يعني وما لنا متحيرشين حدا يعني ما بعرف البلا منين بيجي هيك احيانا بكون واحد بيرك بحاول سبيله ما في شيء وبطب هيك البلا عليه ورانا التاسع بنلف من هون؟ ايه لف رجالة شو قبل كل الكاميرا هي السيارة على فكرة هو مشغل عالي مشان ما حدا يجي طلع والله مو انا بطلع هيك عليه ابين عندي بصدة وما ابين السيارة ايش فيها ما عم ابين لحقنا بالعالي يعني ايش بقلب السيارة ما ابين ناصر انت خايف شي؟ ما بعرف
اذا انت خايف والله هوني تمام كاب تاكسي احسابي بقى. استنى بس ده شو بدي لف. اذا لف حموده بيربعك على اي مكان صف وده انزل انا. اذا لف لف كان السياره رامي امشي لقدام امشي لقدام على غازي هيك قريب على غازي بصف السياره. لا 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 ارجع ارجع مشي مشي طلع 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 راح. ليش هو جنبنا مره؟ لا ما راح. والمصحف اجى وحياة الله اجى. لا حمودي لا 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 روح 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 طلع طلع من هون طلع. خلينا نصفه ونزل حمودي. مو مو بنصفه ونزل. قال انت لا تنزل انا بدي انزل. عشان اذا صار ما صار حمودي رجع انا رايح فوس. مين بدك؟ انا انا ببعد من السياره وبطلع انا معك. ناصر انت بس صور لي وتجاهل تمام. اعطيه التليفون لناصر بس صور لي وتجاهل. اوكي طب اذا وقفنا وهربوا ها ده انا اظن ده يهرب. اظن ده يهرب. ايه قطعت انت المسافه قطعت المسافه بربع اقسم بالله. هون بلا هون حمودي. وين لك كم؟ ما بعرف. هوا قدام. أنا مالي مستنضف كل هالقصة. حمودي مثل ما قلت لك معناتها صف 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 هون مثل ما قلت لك. إذا صار ما صار رجع أنا ريع فوس مين بدك؟ شغل والله العظيم زين زين شغلت. يلا صوري بس جان انت. ايه يلا تمام وجان بس صوري. كم واحد زين؟ واحد زين معه ما اذا فك الحلقه نجيب اسطنبول لك يعني ما تعرف ولا بطاريه. انا هذا طب انا صفيت لك امبارح طلعت لامين لسه احكي معه بشكل السياره يعني امره ايدك هي بس رامي 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 كدي رامي خلصها انا محمد لو معه شيء انتبه يا رامي رامي هدي رامي يا رامي 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 غير ملا له هو الجيب هو الجيب مزح 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 الو مزح والله انا مالي مصلحه هو الجيب مزح خلاص بدك امبارحه بدك يعني نكسر بعض يعني نطلع والله بتحكي جد انت علي يعني وين منطقي يعني كل علاقه انت كمان ايش المنطقي هذا علي خيو شايف كل انا ما بحب انا بحب ابدا انا مزح هيك ابدا ابدا ما بحب يعني ما ما ايش يعني الله قصه بدنا نضرب بعض شايف على الطريقه اللي لحقهم نمشي طب احكي دق قول اخوي انا دا ساي فيكم مسحه تقول لك غلط دا ساي فيك مسحه صرنا ساعه بتلحقنا تقول لي قول لي عبال حقك انا ايش بحس شفتني وقفت وشفتني عم بشتغل لها من وين لسه في الموضوع خلاص رو 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 ترو حمادي والله ماني مستحى هو خياه انا ماني مستحى يعني الله هو نيته عم بمزح انا ما اختلفت معه على الحكي مزح اوكي عادي مو مشكله بس الفكره انه
عم نضرب بعضنا انا والشخص اللي معه. يعني انا اخر شيء خلص بدي اضرب، عم بدفش اول شيء عم بعده عني. هو اللي قسم بالله انا ما بحب اتدخل، انا واحد ما بحب اتدخل ابدا، ما عم بضربه والله. يا اخوي ينضرب يا قاتل يا حتى اتدخل تمام، يا اما هذاك يتعفس. المهم الشخص اللي معه انه يعني ضربنا نزيل. اذا انت عم تمزح ما بعرف يلا لا ربي يسعدكم يا جماعه. طبعا هذا هو علي، والانكى من هيك كله يا جماعه بتجوا بتطلعوا شوي سيارته. انا بعرف سيارته بس مشغل الاضواء ما هم بين شيء، مشغل الاضواء والله العظيم. ونزلته نزلت يعني عم بطلع البلور انا هيك، عم بقول لي هذا، عم بقول لي تعال شوف السياره يعني تمام باين على المرايه. ايش ورا بقى عمي عمك والله العظيم انا ماني مصلحه شايف من على الطريقه اللي نلحقهم يعني قال بدي اسوي فيهم مسحه ضربنا بعضنا ايه مدتك غيرت فرصه السياره مبين عم بطلع ما في حدا ما في اي. كان هيك انا اكثر شغله زعجتني مثل ما قلت لكم انه انا قويت معه العيار بالي انا هو هيك بده هو بتقوي معه رايحين نفرم بعضنا انا والزلمه وهو ما نزل بارك ايش بارك عم تسوي ايش بارك عم تسوي بالسياره يمكن خوي يمكن هذا بعد ما نزل والله طلع عليه وين علي ما ليش نزلت السياره والله شفت اثنين عبد عمي نزلت محمد ما رفع ايده ما دخل السياره. انا قلت له انا تبع اخوك انت اكلت ابوك سنه وانت نزلت من عيني كثير كثير مصدوم كمان بمزح معكم بتحمل بزر المهم يا جماعة ما بعرف إذا رح نزل هذا الفيديو أو لا ما بعرف. المهم إذا رح نزله بحبكم كثير وهي القصة هي صارت ما والله يعني ما شلون صارت كلها هيك. المهم منبارحة أنت لحقتنا امبارح تركنا استسلم بكير. المهم يا جماعه حكم كثير شكو فيديو جديد كان معكم علوش غلطنا شوي على علوش اخوي محمد عيوني علوش ترى علوش ابو بمزح بس نحن ما بعرف نحن لاني شفنا القصه هيك انت هتوقفني يعني الشاب هو ما له مصلحه يعني شرفنا بمعرفتكم الله يديمها ربي يسعدكم يا جماعه والسلام عليكم. طب شوفوا ناجح نجاح وغامض بنجاح وهكم واحد ضاغط عنده طريقه مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقه.